كلهم وأرزقهم كلهم بيدك الحياة كلهم إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم يا إذ الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى يا مجزي الخلقى يا محسن يا مذعن يا مقبل يا جبار يا منير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواجينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا صالح ما أتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تلقي بعدك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تلقي بعدك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تلقي بعدك الصالحين وآتنا أفضل ما تلقي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا صالح ما أتيتنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره
اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم إنا نجلوك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، ليلة هدايا ولا ندامة ولا مفتونين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہماری مغفرت فرما، يا مولانا ہماری مغفرت فرما، ہم پوری کے پوری امت تیرے دربار میں کھلے گا رہے ہیں، ہم تو آپ کے دربار میں اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے، اے اللہ ہم اپنے جرموں کی بخیر ہیں، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت پر رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ امت پر رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین ایمان کی معاشرے کی اے اللہ اور نسلوں کی ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ان بلاد میں خاص طور سے اور سارے زلات میں عام طور سے ہماری اور ہمارے دین کی اور ہمارے معاشرے کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک نہیں ہے ہماری ہمیں اپنے حکموں پر اخلاص کے ساتھ جمنے والا بنا دے، اخلاص کے ساتھ میرے دین پر چلے چلانے والا بنا دے، ہم کو اخلاص عطا فرما، اے مولا اخلاص نیت عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما، اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما، موت تک کسی طرح کی زندگی گزروا دے، جب اپنا موت کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور آباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدس فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللهم انا نسألك خير الدنيا والاخره، اللهم اجعل الحياه زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الحياه زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا الله هذه أمتك مغفرة فرماك، هماري زندگی کو اپنے راستے پر ڈال دے، صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، يا الله ہر شر سے حفاظت فرما دے، اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اس کی خدمت کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی، قربانی دینے والوں کی، شدت کرنے والوں کی، اے اللہ سمجھ سمجھانے والوں کی سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، اے اللہ ہم کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، ہماری غلطی ہماری کمی کو تو ہی کو اپنے قدم سے معاف فرما، موت تک اخلاص اور استخلاص کا تیرے کاموں میں جمنے والا بنا دے، جسم کی رکاوٹوں کو محتاجوں کی مدد فرما، اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما، ایمانوں کو صحت عطا فرما، ایمانوں کو صحت عطا فرما، جو ناجائز طور پر محفوظ ہے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ بری فرما، جو بھی مشکل میں ہے، جو بھی پریشانی میں ہے، آپ ان کی پریشانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں میں سے، ان بیماریوں میں سے، ان دشواریوں میں سے اپنے بندوں کو نکال دے، اور ہم کو پوری زندگی صحیح راستے پر چلنے چلانے والا بنا دے، اے اللہ آخر تک ہمیں اپنے
دین پر پرتی کے کاموں کا جمنے والا بنا دے لیکن خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے اے مولا ہمیں اپنی پناہ دے دے جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لکھا ہو کہا ہو دعائیں چاہتا ہو ان کی جائز مولا دے پوری فرما ان کے عمر میں برکت عطا فرما ان کو ہر خیر سے مالا مال تھا مالا مال فرما ہر خیر سے ان کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سبحان الله.